ما حكم ما يقوم به أصحاب المعارض من الجلوس؟ ما حكمه؟ ما يقوم به أصحاب المعارض نعم من الجلوس قبل المعارض قبل المعارض واستقبال السيارات لشرائها نعم. قبل الدخول بها للسوق. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا من تلقي الركبان ومن تلقي البادي، يمكن صاحب السيارة جاي من بعيد بعد ما يدري أو من أهل البلد، هذا نوع من تلقي الركبان. خلها تدخل في المعرض، إنسان لك فيها نظر ادخل واشترها من المعرض، إذا وصلت المعرض والحراج اشرها، أما أنك تغرر في صاحبها وتشريها منه قبل يدخل المعرض وقبل يعرف السعر هذا لا يجوز. نعم، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه ضرر على أهل المعارض، لأنك تحبس السيارات عنهم، ومش مجالسين له وش فاتحين المعارض له، إذا بغى يجي ناس يتلقون السيارات ولا تصلهم هذا إضرار بأصحاب المعارض. نعم.